اوكي، يمكن هذا الموضوع الوحيد خلال النهار ما له علاقه مباشره بالحب، بس طبعا له علاقه بالصحه، واذا بنحب اللي حولنا لازم على طول ننبههم على صحتهم وننتبه لهم نحن كمان. موضوعنا حيكون عن البروستات، وتحديدا عن يعني كل ما يتعلق بالبروستات من تضخم الى سرطان، التهاب وجراحه. ضيفنا هو دكتور بطرس بو يونس، اخصائي جراحه الكلى والمسالك البوليه والتناسليه. بتمنى عليكم اذا عندكم سؤال حول هالموضوع بالذات تتصلوا فينا على رقم التليفون اللي حتشوفوه امامكم على الشاشه. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. البروستات بدايه على طول نبلش بانه نعرف عنا يعني شو هي هالغده، وين موجوده، وليش ممكن تتعرض لامراض قبل ما نحكي عن الامراض. صح. هي غده مثل ما قلتي موجوده عند الرجال فقط، يعني النسوان هذه الشغله الوحيده اللي نمطنا منها نحن. صح. لانه كل الامراض الثانيه عنا اياها اكثر. فاذا هي عند الرجال، هي موقعها قدام المابوله ومسؤولة تفرز مائل سائل منوي. نعم. مش تغذي السبرم. هلا تضخمها شيء وسرطانها شيء طبعا. بس هلا اذا صار فيها اي مشكل بياثر على السائل المنوي، من هيك الخوف من البروستات. صح. اذا انشالت طبعا بياثر، يعني بطل بيقدر على الانجاب بالطريقه العاديه. في انجاب بس بطريقه غير عاديه. اوكي. بزرع او شيء. هلا تنحكي عن البروستات، شو المشاكل اللي بتتعرض للبروستات؟ اول شيء من عمر نحن عندنا صور لهم علاقه بالبروستات وين موجوده او صح. بنحط اول صوره. أوكي. اذا فينا نحط اول صوره نشوفها. هي اول صوره بنشوف البروستات قدام المابوله. لما البول بيطلع من المابوله لبرا بده يخلق، بده يطلع من خلال البروستات. سو اي تضخم بالبروستات مثل ما بنشوف الصوره الثانيه لحد منها انلارجد، يعني قبل مسكر مجرى البول. هذا تضخم البروستات. شو اللي بيؤدي الى تضخم البروستات؟ العمر بصير يضخم، بصير البروستات بدها تكبر تتفرز الهرمون يلي بصير يقل مع العمر. بدها تكبر تصير تفرز ذات الهرمون لتلحق. من هيك بتضخم بسكر مجرى البول. من هيك بالعمر من 50 وطالع لازم الواحد يبلش يفحص البروستات على صحه السلامه. والمشكلة انه المريض ما بحس بالبروستات، لما بتجي فجأة بتجي تدريجيا شوي شوي. سو اليوم عن امبارح ما فيش فرق، بس اليوم عن من سنة في فرق والمريض ما بحس. من هيك لازم يفحص من عمر 50 وطالع البروستات. سبب تضخم البروستات هو فقط العمر؟ العمر بينتج العمر، التهابات بتضخم، سرطان. التهابات شو؟ أي نوع التهابات مثلا؟ في بس التهاب يعمل التهابات بالبول، في احتمال ينتقل على البروستات وتتضخم. دكتور شو اللي بيعمل التهابات بالبول عند الرجال؟ عند الرجال العلاقه الجنسيه وقله العلاقه الجنسيه، كتمان معده، اذا التهب غير محل بجسمه في احتمال يسقط على البول، تنتقل على البروستات. حالة مشاكل. والالتهابات البول اذا تكررت بتؤدي الى تضخم بالبروستات؟ بتؤدي ولا في نوع التهاب معين بيؤدي الى تضخم بالبروستات؟ كلهم بيؤدوا، في احتمال يؤدوا الى تضخم بالبروستات. بس لكن بس يلتهب البول اذا ما تعالج في احتمال ينتقل على البروستات. واذا انتقل على البروستات في له عوارض طبعا، ومنه بيؤدي الى دخول المستشفى. شو العوارض؟ عوارض تضخم البروستات؟ تكرر البول اكثر شيء. الواحد بصير يقوم بالليل تبول. بصير لو بنقول تكرر يعني كم مره؟ اذا بدنا نحكي بساعه يعني من عمر 50 وطالع مره مش نورمال، من عمر 60 وطالع مره اتس نورمال، مرتين مش نورمال. مرة بالساعة؟ مرة بالليلة. مرة بالليلة؟ هي الليلة اللي بتاخذوها ككرايتيريا لتقرروا معيار والليل. صح، أكثر شيء بالليل. بصير الواحد يقوم تيبول. بس تضخم البروستات الواحد ما عادش بيقدر يفضي المابولة، بصير ساعتها دغري بتنتلي، بصير بيرجع يفضي ما بتفضش. يعني إذا مرة واحدة بالليل قام على التواليت عادي، إذا أكثر بلش تقولوا إنه ممكن يكون تضخم. صح، من عمر 50 وطالع. اوكي، شو الفحص ساعتها اللي بتقوموا فيه لتعرفوا اذا عن جد تضخم هيدا؟ تضخم بدنا نعمل صوره صوتيه. بدنا نعمل كمان فحص بول، كمان هي احتمال التهابات بالبول بتؤدي الى تكرار بالبول. صوره صوتيه بنشوف اذا في تضخم، كمان بدنا نعمل فحص دم تشوف اذا في احتمال سرطان ام لا. اوكي. التضخم ممكن يكون يعني اشاره الى حصول سرطان بالبروستات؟ لا، ما لهمش علاقه. ما له علاقه، فيكون في سرطان وما يكون في تضخم. صح، 100%. هلا اذا في تضخم صار حسب قياسه. ساعد اول شيء بنعطى، في نعطى دواء، في عده ادويه بالسوق، وفي احتمال بيمشي الحال.
إذا ما مش الحال كيف بيمشي الحال بلا دواء بلا شيء؟ بدواء بيمشي الحال، بصير الواحد يقدر يبول بسهولة، ما عادش بحس في ضغط، بصير البول يطلع بسهولة من دون ما يشل. وبضل يتابع مع حكيمه، يعني بيفحص له صوب، بيفحص له المابوله، بيشوف عضلات المابوله سميكه مش سميكه، تضخم. اللي عنده تضخم دكتور كل قد ايه بتعملوا له فحص للبروستات؟ مره بالسنه. كمان مره بالسنه؟ حتى اللي عنده تضخم صح. مش اكثر. اذا ماشي اذا زاد شيء طارئ برجع بشوف الحكيم طبعا. بس اذا انت كنت عم تقول انه ابتداء من سن ال 50 سنه على صحه سلامه لازم الرجال يعملوا فحص للبروستات. صح. كم مره؟ مره بالسنه. كمان مره بالسنه؟ مره بالسنه. في فحص اصبع بنقول له ديجيتال ركتال اكزام، وفي صوره صوتيه، وفي فحص الدم، وفي فحص البول. هدول بينطلبوا من كل رجال ابتداء من عمر 50 سنه سنويا. سنوي صح. هلا بالتضخم اذا في الحجم صرنا فوق ال 100 جرام بدي عمليه جراحيه. بدي عمليه جراحيه. شو بتعملوا ساعتها؟ بنشيل البروستات، بنشيل البروستات بدون الغلاف. يعني بنشيل كل شيء متضخم بالبروستات، بنشيل بالعمليه الجراحيه. إذا بالعملية السحب بنوسع المجرى، بضل في بروستات، بفوت بناضور من خلال القضيب على البروستات، بنوسع المجرى تضخم بنرده أكثر من نورمال، يعني هالمجرى بيرجع بيوسع منيح. يعني في طريقتين، أو إنه بتستأصلوا البروستات وبتخلوا الغلاف، بنخلي الغلاف، أو إنه بتوسعوا مجرى البول ليبطل هالتضخم عم بيأثر على المابولين وعلى حقن البول. امتى بتقرروا انه هي او هي بتعمل؟ اول شيء بنعطيه دواء بنشوف اذا بيمشي حاله، اذا صار يفضي على الدواء في احتمال يكون 80 جرام ويقدر يفضي المابوله ما بنعمل له عمليه ماشي الحال. اي تاثيرات على المابوله، يعني هيدي علامه انه المابوله بلشت تتعب تشد زياده تطلع البول، هي معناتها انه بده صحته بدها تدهور لورا. طب مرات في غدد حتى ما يعملوا مشاكل ما يؤدوا الى سرطانات او تضخم بيشيلون، ليش ما بتشيلوها للبروستات على كل حال؟ ما في داعي، ما في داعي، لان في لها مراقبه، في عندنا هذيك هيدي الغده فينا نراقبها. وبعدين سرطان البروستات بطيء، يعني اذا طولنا طلقتناه ما في مشكله بينطر. اوكي. منه شي سريع. منه سريع المخيف. عندنا اتصال، الو صباح الخير. الو مرحبا. يا هلا تفضل دكتور بو يونس عم يسمعك. يعطيكم العافيه. اهلا. الله يعافيك. لو سمحت دكتور بس سؤال صغير بخصوص يعني بس بفوت على التواليت اشلك، واول شيء بكون في خروج عادي طبيعي وبينزل اول فوش اذا صح التعبير من الباول، بعدين كل ما شد بيرجع بيطهر الباول على فتره طويله طول ما انا موجود، هذا شو له علاقه بالبروستات؟ شكرا على اتصالك. قديش فينا نعرف قديش عمره المريض؟ قديش عمرك؟ 34. 34 هذا احتمال ما يكون عنده تضخم، في احتمال يكون عنده التهابات بالبروستات من عمر 20 وطالع لل 50، الارجح اكثر شيء هي التهابات بالبروستات. يعني في عوارض لهال تحت ال 50 طبعا التضخم. بس مش علامه تضخم انه بدها تقلب التهاب. تحت ال 50 الارجح هي من الالتهابات، لقطة كتمان معده، التهابات من البول بتيجي. طيب بدنا نوصل لسرطان سرطان البروستات، قلت لي انه هو سرطان بطيء. صح. منه سرطان سريع ومخيف، بيقدر واحد يكتشفه بهالفحوصات اللي بتطلبوها سنويا؟ صح، اول شيء البي اس ال بنطلبها فحص دم، هي بتقول اذا عاليه في لها عيار مثلا من 0 ل 4 نورمال وحسب العمر طبعا. فوق الاربعه عيار فوق الأربعة في احتمال يكون في سرطان، مش ضروري سرطان. في احتمال يكون في التهابات كمان مع السرطان أو بدون سرطان. من هيك ساعتها الواحد المريض بيخضع لأخذ خزعة من البروستات، وهالخزعة بتأكد إذا في سرطان إيه أو لا، وأي عيار. هيدي كمان بدها بنج وبدها عملية الخزعة؟ لا ما بدها بنج، بنج موضعي محلي بيمشي الحال، وفي تنعمل بالكلينيك وفي تنعمل بالمستشفى. أزبط بالمستشفى لأن إلها تحضير. والخزعة هي اللي بتقرر إذا في سرطان، إذا في سرطان أو لا. سرطان البروستات خطر؟ على سرطان، كل سرطان خطر، بس إنه خطر إنه بينتشر بسرعة، بينتقل على غير أعضاء خبيث أكثر من غيره. مش حتى في دول أجنبية بالعمر 75 طالع ما عاد بيفحصوا بي اس آ أما لسرطان البروستات. بيعدوا المريض إذا معه بروستات بطيء بشكل انه بيموت من غير شيء، ليش نفحص البروستات ونكلف هالمجتمع
تكاليف وعلاجات إضافية. في جراحة لسرطان البروستات؟ صح. هلا حسب في عدة، في جراحة وفي غير جراحة لسرطان البروستات. إذا بعده هالشيء محصور بقلب البروستات، الجراحة أفضل شيء لشيل السرطان كليا. نعم. بتنشيل مع الغلاف. مع الغلاف. وفي أشعة، في هرمونات، وبالهرمونات في نوعين، في كمان جراحة وفي ميديكال يعني حبوب أدوية وإبر. وفي كمان العلاج الكيميائي، هو من حالات النادرة شي 2% هن من من سرطان البروستات اللي ما بيتجاوبوا على الهرمونات وعلى الجراحة، بيفوتوا على علاج كيميائي. هو سرطان البروستات وراثي؟ في قسم منه وراثي، في قسم يعني في جينز واحد بيخلعه من اهله، طبعا هاي وراثي. في الاكل مش معروف اي اكل يعني، بس طبعا بالدول الاجنبيه وخصوصا امريكا النسبه بتزيد. بتزيد. عندنا بالشرق الاوسط نسبه التضخم الحميد اكثر طبعا. اكثر. الحمد لله، ان شاء الله على طول ان شاء الله بكون الاشياء الحميده اكثر من الاشياء الخبيثه. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك، بشكرك على كل هالمعلومات. بعد البريك رح تلاقيكم كارن بكتاب.